اعتفت عندها أشياء وايدة من ضمنهم الكلى، فقالوا خلاص راح تغسل وهي مرة كبيرة. بدأوا معاها الغسيل يوم ويوم، وكانت جدا، وقالوا خلاص يعني راح تستمر الغسيل معاها، الغسيل معاها مدى الحياة. فكنا أول يوم والله كنا قاعدين برا، هم يغسلوا لها داخل، وأنا وخواتي قاعدين برا نصيح ونبكي. مرت علينا بدوية الله يجزاها خير، والله ما نعرفها، مغطية ويها، يا ربي كانها من الحيين، تسعدها وكبر حظها وتسخر لها خلقك، وكانها من هالميتين، عسى الله يرحمها إن شاء الله برحمته يسكنها الفردوس الأعلى. مرت علينا شافتنا ست، تدرين هالحريم هالكبار تحب تسولف وتحب، سولفت ويانا، عسى ما شر وراكم يا بنات، قلنا والله كيتو كيتو أمي. قالت هذه سهلة، طالعناها، قالت يمكم قطعة قرعة، يعني قطعة القرعة كذي أصغر من نص الكف، شيل قشرتها وحطوها كل يوم بهالحليب، حليب شفتي الكديدي ولا حليب هذا هالبارد، اضربوا لهم بالخلاط، تشرب واحد الصبح يترس تقريبا كذي، شفتي بطل الماي الصحة الصغير يترسه واحد الصبح، وتشرب واحد بالليل، واحد تشربه على الريج وواحد تشربه قبل لا تنام، وإن شاء الله بتشوف العافية. قالت هالكلام ومشت. والله بالله الكريم إن ما طاف الشهر إلا الدكتور يقول لنا شنو سويتوا، طبعا استمرينا بالغسيل، بس استمرينا نعطيها هالحليب، واحد الصبح بطل تشربه وواحد حليب وقرع بس، ما في غيره، ماكو غيره، قرعات شيلي قشرتها كبر كف نص كف اليد كذي، اقل بعد ثلث كف اليد، مع الحليب البارد الصغير هذا تضربينه بالخلاط وتشخلينه وتعطينه، يعني يشرب واحد الصبح وواحد بالليل. ان اقل من شهر وقفنا الغسيل، اي بالله، هذا عن تجربه يا ام محمد، وان شاء الله، وان شاء الله باذن الله طبقيها مع اولادك، وان شاء الله.